أخبار اليوم. بأن نتقبل أن تسوء سمعة الفيفا أولئك الذين ارتكبوا الذنب والمتهمين هم أشخاص هم فرادى وليسوا جماعة ولا يمثلون كل أعضاء الفيفا. إذن هم أعضاء نسوا أو تناسوا أن كرة القدم مبنية على الانضباط الأخلاقي وعلى الروح الرياضية وعلى أن كرة القدم هي لعبة جماعية. وأريد أن أكرر مرة أخرى أن هذا هو الهدف الأسمى للفيفا. وطبعا الكؤوس العالمية القادمة سوف تأتي، وأيضا هناك وقع انتخاب اللجان التنفيذية وفيما يخص كأس العالم لعام 2018 وعام 2022، يعني هذه مسألة منتهية، وقع الحسم فيها من اللجان التنفيذية.